السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، فين ما كنتم مرحبا بكم في شرح مصور جديد اللي كنعرضوا لكم بطبيعة الحال على قناة سلسلة لقاء مع الموجه. إذا كانت هذه الزيارة ديالك الأولى بطبيعة الحال القناة، فرجاء أن تابنا في لاشين وفعل زر ديال الجرس باش أنك توصل بجديد الفيديوهات اللي كنحطهم بطبيعة الحال على القناة ديالنا. حطيت مجموعة ديال الفيديوهات وهي تكون عبارة عن مجموعة ديال السلسلة ديال الفيديوهات الخاصة بفضاء المتمدرس. اللقاء الأول خصنا كيفاش ممكننا ان ندخلوا للمسار، وكذلك كيفاش ممكننا ان نغيروا كلمه المرور. الفيديو الثاني ان شاء الله تعالى اللي غادي يتحط غدا ان شاء الله هو هذا، غادي يكون ان شاء الله تعالى خاص بكيفيه تغيير الايميل ديالنا وكذلك كلمه المرور. الفيديو ديال غدا غادي يكون كيفيه الدخول للتعليم.ma وكيفاش ممكننا نستافدوا من دوك الخدمات ديالو وكل شيء. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله تعالى فغادي يكون كيفاش ممكن لنا اننا بطبيعه الحال نقوم بتحميل الاستدعاء الخاص باجتياز امتحانات البكالوريا. باش نعرفوا مسار من الحقيقي المزور، فرجاء حاولوا انكم تدخلوا الموقع ديال وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه كذلك، باش انكم تفرقوا بطبيعه الحال بين داك الحساب ديال المتمدرس المزور والحقيقي. كنجيو للموقع ديال الوزاره، الموقع ديال الوزاره هو هذا. كنجيو كندخلوا فضاء المتمدرس، ملي كنكليكيو عليه فاوتوماتيكمون كنجيو لهاد الصفحه هنا. كنكليكيو على هذا الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ باش ندخلوا لهاد الصفحه. ملي كنجيو لهاد الصفحه بطبيعه الحال فشرحت لكم في الفيديو السابق اللي هو هذا كيفاش ممكن ندخلوا، فكنجيو اوتوماتيكمون كنديروا الاسم ديال المستخدم ديالنا هنا. بطبيعه الحال اسم المستخدم كيتكون من حرف و89 ديال الارقام، هذاك اللي كيتسمى رمز مسار ولا كود مسار ولا رقم مسار، وكنزيدو ليه @تعليم.ma وكنزيدو كلمه المرور، وكذلك كنديروا تسجيل الدخول. من بعد ما كنديروا تسجيل الدخول فكندخلوا ديريكتومون لهاد لا بلاتفورم. كما كتشوفوا هنا مجموعه ديال الاشياء المتعلقه بنا بطبيعه الحال، فكنجيو حنا لهنا الى شفتوا معايا تحميل استدعاء لاجتياز امتحانات البكالوريا. تنكليكيو عليها، ومن بعد ما تنكليكيو عليها فبطبيعه الحال كتفتح لنا واحد الصوره الخاصه واحد البي دي اف الخاص بطبيعه الحال بهذا الاستدعاء. كنفتحوه، ملي كنفتحوه اصدقائي فكتشوف معايا هنا المستوى ديالنا، كذلك الاسم الكامل ديالنا، تاريخ الازدياد، المديريه الاقليميه، المؤسسه الاصليه، مدير المركز، تا 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 تا. كذلك الجامعه، اللغه الاجنبيه. عندنا هنا مركز الامتحان، مركز الامتحان بغينا ندوزو حنا في ثانويات كذا وكذا. وهنا كذلك الرقم ديال الامتحان عندنا هو هذا 64 تبع شي حاجه، وكذلك القاعه 4. كنزلو واحد شويه لتحت، ملي كنزلو هنا اصدقائي كتشوفوا معايا كذلك هنا عندنا اليوم، عندنا الفتره الصباحيه والفتره بعد الزوال ولا الفتره المسائيه. عندنا الاثنين عندنا 20 يونيو غتكون عندنا الفيزياء والكيمياء من 8 حتى ل 11، يعني 3 ديال السوايع. عندنا في العشيه غتكون عندنا الانجليزيه من 3 حتى ل 5 فيها ساعتين. نهار الثلاث ان شاء الله عندنا الرياضيات من 8 حتى ل 11، وعندنا كذلك الفلسفه من 3 حتى ل 5. عندنا نهار الاربعاء عندنا علوم الحياه والارض من 8 حتى ل 11، و العشيه راه ما عندنا والو. بالنسبه للناس اللي عندهم اداب فعندهم غادي تزاد لهم ماده هنا، والناس اللي دايرين الاقتصاد كذلك غتزاد لهم ماده هنا. وعندنا كذلك مجموعه ديال التوجيهات اللي خصنا ضروري ان نلتزموا بهم، غادي نشرحهم لكم فما فيها باس ان نذكروا بهم. عندنا يجب الحضور الى المركز 45 دقيقه، المهم من الساعه 45 دقيقه قبل ما يبدا الامتحان، وخصك ضروري تجيب معك هذا الاستدعاء وتجيب معك بطاقه التعريف الوطنيه ديالك بطبيعه الحال. واي مترشح الى تغيبتي مثلا على شي ماده من المواد ديال الامتحان فما غاديش يسمحوا لك باش انك تكمل الامتحان، مشى عليك العام كامل. هاد الاختبارات بطبيعه الحال ديال الدوره الاستدراكيه ديال الامتحان الوطني الموحد غادي تكون ان شاء الله تعالى نهار 15 16 18 و 20 يوليو. و تيقول لك ثاني مجموعه ديال الافعال التاليه راه غادي تعتبر حاله غش. اذا تبادلتي المعلومات كتابيا ولا قلتيها ليه بفمك لصاحبك ولا صاحبتك داخل ديك القاعه اللي انت كدوز فيها الامتحان،
الا دخلتي معاك التليفون ولا شي وسائل الكترونيه كيف ما كان الشكل ديالها من غير الكالكولاتريس ولا شي وثائق اخرى ولا شي مخطوطات ولا شي حاجه دخلتي معاك القاعه، فكتعتبر هذيك حتى هي حاله غش. الا دخلتي مثلا شي جبتي شي لاكارت ناسيونال ديال شي واحد اخر مثلا، ولا جيتي دوز بلاصه شي واحد، حتى هذه راه كتعتبر حاله غش. وهي هي هذه انتحال صفه مترشح او مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا. عندنا كذلك تسحب ورقه الامتحان من كل مترشح، يعني اي مترشح ضبطوه تينقل فغادي يسحبوا منه ديك ورقه الامتحان وغادي يكتبوا به محضر، وكذلك غادي يكون واحد النموذج محدد ينص تنظيمي على هذا الشيء كامل. كل غش او محاوله غش يعرض صاحبه، يعني الى حصلو كتنقل ولا فكرتي تنقل ولا بديتي كتنقل غادي يعرضك هادشي بطبيعه الحال الاقصاء من الامتحان، ما تلاش عندك الحق انك دوز الامتحان. وكذلك ممكن انهم ياخذوا واحد القرار ضدك باش انك ما تدوز الامتحان ديالك ديال البكالوريا عامين، ما عندكش الحق تدوزهم فيهم. كذلك لا يسمح للمترشح بالتوقيع في محض الحضور الا بعد تسليمه لورقه التحرير، يعني ما غاديش يعطيوك انك تسني بانك كنتي حاضر في ذاك الامتحان الا بعد ما تعطيهم ديك الورقه ديال التحرير ديالك. وكيتعتبر غائب اي واحد ما سلمش ديك الورقه ديال الترشيح ديالو ولا الورقه ديال التحرير ديالو، يعني فتما فين كتكلم انت، يعني الا ديتها معاك للدار نسيتيها ولا شي حاجه راه انت كيحسبوك غائب. كذلك ما يسمحوش لك انك دير شي علامه اللي كتثبت بها انك كتنتمي لواحد المؤسسه من المؤسسه، مثلا مؤسسه كتقرا فيها انت، مثلا درتي شي علامه كومكوا بانك راه انت تلميذ كتقرا في ديك المؤسسه. في حاله الغياب المبرر تسلم الى مثلا تغيبتي على شي ماده لسبب خارج على الاراده ديالك، فغتسلم ديك الشهاده الطبيه بطبيعه الحال لرئيس مركز ديال الامتحان. وصل قبل نهايه اخر ماده، يعني قبل ما تدوز اخر ماده فضروري خصك تسلم هذيك الشهاده الطبيه باش ممكن يعطيوك راتراباج، ولا تقبل اي شهاده خارج الاجل، يعني دازت الامتحان ودازت الماده الاخرى فما عندك الحق انك باقي تهضر معاه. كذلك لا يسمح للمترشح بمغادره فضاء الامتحان الا بعد مرور نص ساعه، دونك انت كدوز الامتحان دونك راه ما عندكش الحق انك تخرج الا من بعد ما تدوز نص ساعه ولا نص ساعه ديريكتوم، هذا راه حاجه عاديه. يجب التقيد كذلك بمسافة التباعد المكاني، هذا في حالة بطبيعة الحال مجموعة ديال الإجراءات التنظيمية الخاصة بفيروس كورونا، وتيقول لك تجنب التجمهر يعني ما يتجمعوش الناس. كذلك ضروري أنك دير الكمامة، ارتداء الكمامة الواقية إجباري داخل مراكز الامتحان، ضروري الكمامة داخل قاعدة الامتحان فهي ضرورية. قالك هنا تعقيم اليدين عند بداية ونهاية كل حصة من حصص الاختبارات الإلزامي حتى هو، يعني تغسل يديك وصافي. يمنع تبادل الأدوات ما بين المترشحات والمترشحين خلال الاختبار، يعني تيقول لك ما سيميو تجيب الأدوات ديالك. يجب التخلص كذلك من الكمامات الواقية بشكل آمن في الأوعية المخصصة لذلك بمراكز الامتحان بعد انتهاء الامتحان. ممكن مرة غادي يجيبوا لكم الكمامات نتوما، ما عليكم غير تلبسوا وتحيدوا، نتوما ما خاسرين والو. دونك هادشي اللي كان اصدقائي، تنتمنى باش انكم تكونوا استفدتوا بطبيعه الحال من هذا لا فيديو، وتنضرب لكم لقاء اخر في فيديو ولا شرح مصور جديد ان شاء الله تعالى، وتنتمنى لكم حظ موفق كاملين، وان شاء الله تفرحوني وتقول لي سعيد راه نجحنا وجبنا نقطه زوينه وتقبلنا في مدرسه ومعهد وكذا وكذا. هادشي كان اصدقائي، الله يصلح الامور ان شاء الله، تحياتي اليكم.